هلا فيكم بلايف بلا حدود. انا آلاء مكي، ومثل ما عودناكم كل اسبوع عنا ضيف وقصة. اليوم ضيفنا هو عضو بتجمع بودرلستي في الاعلامي. شو اسمك؟ اسمي عامر قلاجو. كيفك عامر؟ كتير منيح، انت كيفك؟ تمام. عامر، خبرنا قديش عمرك انا عمري 28 سنة. وشو بتعمل بالحياة؟ انا بصور فوتوغراف وفيديوغراف، من امتى بألمانيا؟ صار لي 5 سنين. عامر هو فعلا مصور محترف، لانه حكالي انه زمان بيصور. فمن امتى بتصور يا عامر؟ انا بصور من لما كان عمري تقريبا 17 سنة، يعني فينا نقول 10 سنين اكثر شوي اكتر حتى. شوي، 11 سنة. بس يعني انا ما بحسبه انه 10 سنين اني انا كنت مصور. انا كان مرت علي فترات من اول ما حصلت على اول كاميرا لإلي وقدرت مارس عليها هوايتي، فاخذت معي وقت لحتى انا قدرت اني اتطور بهذا المجال واطور حالي كمان بنفس الوقت واقدر كمل. شيء حلو كتير. ليش التصوير؟ شو اللي خلاك تحب التصوير؟ اللي خلاني احب التصوير هو الكاميرا، لانه الكاميرا بعتبرها هي عيني الثالثة. ف انا دائما لما بصير معي مواقف بالحياه او اي شيء بشوفه بالحياه ما بحب احتفظ فيه بس بذاكرتي، بحب احط عليه الكرياتيفيتي تبعي، احط عليه ابداعي واخرجه على كاميرا او على فيديو ممكن اقدر ارجيه لحد تاني لحتى يفهم وجهة نظري. جميل جدا. وحكي لي عن تطورك من هي الناحية كمهني بسوريا. تماما، هي بلشت اول شيء بهوايه. أنا كانت هواية التصوير، كان عندي كاميرا صغيرة، هي كاميرا للعيلة، كنت صور يعني عندي بالبيت برا، مثلا طلعنا رفقاتي وأحاول قد ما فيني يعني كل يوم أمسكها أعمل أي شيء فيها يعني. لوقت وصلت لأيام الجامعة تعرفت على كتير عالم هنيك، صرت إنه بنزل الكاميرا معي على الجامعة، صرنا نصور. لحتى واحدة من صديقاتي هي اللي اقترحت علي، قالت لي انه طيب ليش ما تنزل صورك على صفحة على الفيسبوك، لانه انا كنت دائما اصور رفقاتي وبحط لهم اياهم على الحائط طبعا. بس يعني الاقتراح كان كتير حلو لحالي، انه بما انه صار عندي دائما صور، صار عندي دائما عالم عم تتصور عندي، فليش ما احطها على الفيسبوك واعمل له صفحة لإلي. فهون بلشت القصة. بعد ما عملت الصفحة وبعد ما بلشت صرت انزل صور رفقاتي، صار في عندهم رفقاء، يعني رفقاء من رفقات رفقاتي صاروا يشوفوا الصور ويأرجوني اهتمام ودعم كثير كان في، وحتى انه العالم صارت تحاكيني على الصفحة وتسألني انه اذا فيني اعمل لهم جلسات تصوير لانه كانوا معجبين بشغلي. فعلا شغله العامر كتير كتير حلو. ومشان تتعرفوا على شغله أكثر، حطيت لكم بوصف الفيديو روابط صفحته على الإنترنت وعلى الإنستغرام، كمان صفحته على الفيسبوك. وإذا عندكم أسئلة بهذا المجال فيكم تتواصلوا معه بشكل مباشر. تمام. حلو كتير. وهلأ لك 5 سنين بألمانيا. لي 5 سنين هلا بألمانيا. طبعا مرت علي فترة اني انا يعني تقريبا تخليت عن مهنتي، تخليت عن الكاميرا، بعد كل شيء عندي، بعد كل اغراضي، يعني مثلي مثل اي شخص تاني في ups and downs. فيعني مرت علي فترات اني انا قلت لحالي خلص انا مع التصوير ما عاد لي مجال، لانه طلعت على ماليزيا كنت مقرر اني كمل هنيك بالتصوير، بس الفرصة هنيك ما سمحت لي لأنه ما بعرف حدا هنيك، ما في كان هالاهتمام من العالم اللي حواليه، لأنه هي مهنة التصوير بالذات بتتعلق على الكونكشنز، بتتعلق على المعارف، على العالم اللي حوالينا، وهن اللي ممكن إنه يدعمونا ويوصلونا للعالم اللي عم يدوروا علينا. فلما هذا الشيء انفقت فرح يصير شيء كتير صعب، فلذلك أنا بعد كاميرتي وبعت أغراضي وطلعت بعدها على ألمانيا، لحتى إني أنا كنت مآمن بهذا الشيء. انا طلعت على المانيا لحتى ادرس التصوير، لحتى اتخصص فيه، لحتى اصير بروفيشنال فيه وكمل فيه للمستقبل. وقت اللي اجيت على ألمانيا شو واجهت تحديات؟ وقت اللي اجيت على المانيا طبعا اول تحدي كان تحدي اللغة كتير صعبة، بس طبعا لما الواحد يمارسها للغة، لما الواحد بيتعلمها بشكل اكاديمي بالمدرسة بالجامعة، فهو ما في شيء راح يصعب عليه، اي شيء ان كان لغه ولا ان كان غير لغه. حتى بالتصوير انا تعلمت التصوير لحالي، يعني انا التصوير هو بحر كتير كبير وما بيقدر الواحد انه يستوعبه الا اذا هو تعلم من غيره وشاف من غيره. وانا استخدمت الانترنت ليخدم مصلحتي بهي الشغله، اني انا اتعلم من فيديوهات لعالم هن كانوا حاطينها على اليوتيوب ان كان ولا على اي مكان من الاماكن، قريت كتير مقالات عن الكاميرات، عن التصوير، عن الأنواع المختلفة للتصوير، عن الضوء، عن كتير شغلات، حلو لحتى كتير. قدرت إني أمتلكها لهالمهنة. سوبر. وهلأ من إمتى عم تشتغل بهاي المجال؟
هلا هون بألمانيا. رجعت اشتغل بهذا المجال، يعني ما صار لي تقريبا سنتين راجع لهذا المجال لحتى قدرت أمن كاميرا الجديدة، ما بعد ما بعت الأولانية، ولا حتى قدرت إني أقدر الكاميرا، لأنه التصوير هو ما بيتعلق بس بالكاميرا، بيتعلق بالكاميرا، بيتعلق بالكمبيوتر اللي بتعدل عليه الصور، بيتعلق بكتير شغلات. فهي كلها هي القصة أخذت وقت لحتى قدرت أمن هالعدة اللي أنا بتلزمني وأقدر بلش. شو مشان الكونكشنز؟ الكونكشنز طبعا هن اجوا عن طريق معارف انا تعرفت عليهم هون بالمانيا، عن طريق الانترنت كمان، الانستغرام، انا فعال على الانستغرام وبحط شغلي دائما على الانستغرام والعالم بتشوفه وبتسالني انه اذا فيهم يساووا عندي صور او يساووا عندي فيديوهات، فبتعتمد هاي الشغله. كتير حلو. وهذا الشغل ببساطة معاناة بالنسبة لكل الفنانين، طبعا لأنه كل حدا عنده بصمته، وإذا بده يشتغل بهذا المجال يعني ما أنا شغلة سهلة يثبت ذاته. فكل التوفيق لك. وحكي لنا هلأ يعني كيف عم تطور حالك، شو الخطوة الحالية اللي عم تعملها؟ الخطوة الحالية، أنا هلأ فتت يعني عن جديد تقريبا من سنة بمجال الفيديو، بلشت صور فيديوهات لمطاعم لأكل، هلأ من جديد ساويت فيديو لعرس، كتير كانوا مبسوطين بالنتيجة، يعني الحمد لله. أنا ما ببلش شغلة وما بشتغل شغلة إلا أعرف حالي إني بقدر ساويها أو إني بدي وقت لساويها، وطبعا بالممارسة بصير كل شيء. يعني كتير حلو. وراضي عن أدائك؟ انا بكون راضي عن ادائي لما العالم اللي اشتغل معهم او اللي يعملوا صور عندي او فيديوهات يكونوا راضيين، وهي شغله كتير يعني انا بعتز فيها وبهتم فيها كتير، انه الاشخاص اللي يتعاملوا معي يكونوا رضيانين ويعني يكونوا مبسوطين لدرجه انه هن يروحوا ينصحوا عالم تانيين فيني. اوكي، بتلاحظ الفرق بين أول فيديو عملته وآخر فيديو عملته؟ طبعا في كتير فرق، اول فرق بيكون هو من بالمونتاج، المونتاج بده مهارات، بده الواحد يعرف امتى يقلب الفيديو، امتى يغير، امتى ليش، شو سبب هالفيديو، كيف بداية الفيديو، كيف نهاية الفيديو. فكتير كمان بحر تاني هو الفيديو، انا هلا لساتني عم ابحر فيه. انا ما بقول لحدا او اني حتى ما بقنع حالي اني انا صرت زلمة بروفيشنال، مشان ما اوقف قدرتي أقدم صورة محبوبة أكثر. مع انه يعني الفيديوهات اللي عم تشتغلها كتير كتير حلوة، وبتعطي انطباع يعني انك فعلا تعبان على حالك. احكي الواحد الحق. هذا شغلة بعتز فيها وكثير شكرا لك. اهلا. عامر معانا بتجمع بوردرلس تي في من السنة الماضية. فكيف اجيت انت على البوردرلس تي في؟ هو اجا يعني مو على اساس عضو عادي، وانما على اساس حبوا يقدموني ك يعني فيني اقول ككوتش لماده التصوير اللي كانوا هن حابين يقدموها بالوركشوب اللي انعمل بيلا بروجكت عن طريق البوردلس تي في، واختاروني لإلي اني انا احكي عن الكاميرا، احكي عن التصوير. كان في اشخاص جايين يتعلموا، كانوا اشخاص جايين ياخذوا نظره عن هالعمل هذا، عن البارت هذا من الحياة، انه الواحد يكون مصور، عن المصورين بشكل عام. فانا حبيت اني انا اعرض افكاري، اعرض شغلي، اعرض الشيء اللي ممكن الواحد يساوي او اشرح عنه. فيوميتها شرحنا عن الكاميرا، شرحنا عن التصوير، عن الضوء، عن كتير شغلات بدائية لحتى انه الواحد يشوف انه هو بده يصير مصور ام لا، لانه شغله التصوير كثير عالم تفكر سهله، كثير عالم تفكر انه هي مجرد كبسه زر، بس هي اكثر من هيك بكثير، هي فن، هي لقطات، هي زاويه، هي ضوء، يعني مو نقطه واحده انه الواحد يكبس الزر وخلاص، بس هي نقط كثيره وتفرعات كثيره لها. حلو كتير. وكيف بتشوف حالك بالبوردرلس تي في؟ انا حبيت البوردرلس تي في وحبيت انه هي عباره عن تيم، الواحد فيه يشتغل مع التيم، الواحد فيه يتعامل معهم، يطرح افكاره، ياخذ افكار منهم، انه دائما في قابليه انه يصير برودكشن او يصير في عمل احترافي مبدع عن طريق هذا التيم. كتير حلو، لانه ما حدا بيرفكت، واعضاء التيم بيكملوا بعض، يعني طبعا بصير في اخذ ورد وتبادل تجارب وخبرات. بالفعل. حلو كتير. وخبرنا عن شو مخططاتك للمستقبل.
مخططاتي للمستقبل طبعا هي تتعلق بشيء اسمه تيم، لانه انا من اول ما اشتغلت لهلا وانا بشتغل لحالي، يعني كتصوير كفيديو كتعديل كل شيء. ويعني كل ما الواحد طبعا زادت خبرته بهالمجال، كل ما الواحد توسع فيه، كل ما زاد الشغل عليه يعني. فانا افضل اني انا بالمستقبل يكون عندي تيم، او اني انا اتعرف على تيم هن يكونوا يقدروا يتواصلوا معي، هن يقدروا يشتغلوا معي، او نعمل شيء مع بعض. حلو كتير، بتمنى لك كل التوفيق يا رب. شكرا كثير لك. تحب تضيف شيء؟ هلا لا ما لا في لا شيء. اوكي، معناتها برد بعيد يلي مهتمين يعرفوا اكثر عن اعمال عامر قلجو، ساعتها فيهم يضغطوا على الروابط يلي حطيت لكم اياها بوصف الفيديو، وكمان فيهم يتواصلوا معاه بشكل مباشر. تمام. عندكم أسئلة لتعرفوا أكثر عن مشروع بارا للسي في التجمع الإعلامي، فيكم تكتبوا لنا بخانة التعليقات أو كمان تتواصلوا معنا بشكل مباشر على الصفحة. شكرا لمتابعتكم بلايف بلا حدود، ونشوفكم الأسبوع الجاي يوم الأربعاء الساعة 6 المساء. شوفكم. باي.